في ساحة النجمة واصلت لجنة قانون الانتخاب اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي، وللاطلاع على الأجواء تنضم إلينا من مجلس النواب الزميلة منى صليبة. منى، أجواء اليوم الثاني من المشاورات معك، تفضلي. انتهت الجلسة الثالثة لهذه اللجنة عند قرابة 1:30 بعد ظهر اليوم، وكانت استهلت عند الساعة 11 قبل ظهر تقريبا. ويعني المناقشات حسب الأجواء يعني تطرقت بعض الشيء إلى القانون الأرثوذكسي، ولكن كان التركيز على الدوائر 50. بعد انتهاء أعمالها لهذه اللجنة صرح رئيس لجنة الإدارة والعدل الذي يترأس اللجنة روبير غانم، وقال إن المناقشات كانت جدية للغاية، الأجواء إيجابية، سيصار إلى استكمال هذا الموضوع في جلسة تعقد بعد الظهر. كما سيطرح أيضا مشروع الحكومة السرية، طبعا ما زالت سارية ولم يعني يتطرق أي أحد أو لم يدلي أي أحد بتفاصيل يعني في هذا المجال. تحدث عدد من النواب، وأن بشكل عام بعد انتهاء الجلسة البعض قال، مثلا النائب فياض علي فياض قال إنهم يرفضون، أي كنواب حزب الله وأيضا حركة أمل وحتى التيار الوطني الحر، يرفضون مشروع الدوائر 50 رفضا قاطعا شكلا ومضمونا. أيضا النائب علاء عون علق على هذا الموضوع وقال لأن الدوائر 50 مجحفة بعض الشيء بحق المسيحيين، عكس ما يشاع أو عكس ما يروج بأن هذا الأمر مثالي. أما النائب أحمد فتفت فقال نحن وافقنا على هذا الموضوع، والموضوع مفتوح أيضا على التعديلات، لربما يصار إلى إقناع البعض إذا ما أدخلت بعض التعديلات عليه. إذن هذا الموضوع ما زال موضوع تجاذب بين الفريقين. على أي حال الموضوع أو النقاش في الدوائر 50 سيستكمل في ساعات بعد الظهر، وربما ينتهى منه ويصار إلى بدء بالمناقشة مشروع الحكومة. أما النائب أكرم شيب كان له أيضا تصريح عن قانون الانتخاب، فقال نحن أصبح واضح أننا ضد النسبية، نحن نؤيد قانون الدوحة ومنفتحون على نقاش أي مشروع قانون أو أي قانون أكثر ليؤمن صحة التمثيل. يعني أيضا هناك كان كلام انتقاد من النائب دوفريج على كيفية طرح المواضيع ورد من مكتب النائب سامي الجميل بالأرقام. على أي حال يعني الأجواء بين مؤيد ومعارض، لم يصار إلى مناقشة أيضا أو طرح كلام رئيس الجمهورية. هناك من طلب بدراسته أو مناقشته، ولكن هناك من قال إن ما قاله رئيس الجمهورية لا نؤيده، بحيث أن الطرح الأرثوذكسي قانوني عكس ما قال رئيس الجمهورية بأنه غير قانوني. إذن هذه هي بإيجاز الصورة هنا في ساحة النجمة. نعم. وستكون هناك جلسة بعد الظهر سيغيب عنها الإعلام بطلب من النائب روبير غانم. عودة إليك الزميلة منى صليبة، شكرا لك.